بالفعل هو لا يمكننا إلا أن نسجل بإيجاب ما تمخض عنه الحوار الاجتماعي الأخير بين الحكومة أرباب العمال والنقابات، واللي بالطبع كانت هناك زيادة في أجور بالنسبة للقطاع العام وفي السميك وفي السماك بالنسبة للقطاع الخاص، رغم وتخفيض الطفيف الضريبة على الأجر، رغم تواضع ديال هذه الزيادة إلا قرنها بالموجة ديال ارتفاع الأسعار المواد الغذائية الأساسية والخدمات، بمعنى أنه الزيادة اللي كاين اليوم إلا الحكومة ما عملاتش على الحد من هذا الموجة ديال ارتفاع الأسعار، بحال كما يقال إنها صيحة في واد. كيفاش أنت كتزيدني مثلا 500 درهم ولكن الأسعار ديال اللحوم وديال الخضار وديال الفواكه وديال المعيشة غادية وكترتفع ولن تتوقف؟ لهذا على الحكومة أن تتخذ إجراءات بمراجعة القانون أولا المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كذلك لا بد من أنها عملت على تهميش المتقاعدين والمتقاعدات في المغرب، وراه ما كاينه حتى دولة إلا في هذا البلد العزيز أنه لقيت للحكومة كتزيد الفئة النشطة في المجتمع الأجراء والموظفين كتهمل المتقاعدين. المتقاعدين هذو راه هما اللي بنوا هذا الوطن، بنوا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني، لأن المتقاعدين عندنا متقاعدين مدنيين متقاعدين عسكريين، أرى المعاش ديالهم راه في الحقيقة يثير انتباه على أساس أن الحكومة خصها تطبق القاعدة اللي هي معمول بها في جميع الدول، زيادة في الأجور للفئة النشيطة تقابلها زيادة في معاشات التقاعد، لتكون هناك عدالة أجرية وعدالة معاشية بالنسبة للجميع. ولكن على أي حال النقابات ستستمر في النضال للدفاع عن حقوقها العادلة والمشروعة، ونحن لا نريد بالطبع لبلدنا إلا أن يكون هناك استقرار اجتماعي، حماية اجتماعية للجميع، عدالة اجتماعية وعدالة أجرية. المنظمات الديمقراطية الشغل تخلد تظاهرات فاتحية ماي، وهو اليوم الأممي للطبقة العاملة من أجل إسماع صوتها عاليا، وكذلك من أجل التعبير عن مطالب الطبقة العاملة التي لا زالت يعني معلقة. الآن يعني هناك ما سمي بهذا الاتفاق، نعتبره هو اتفاق أقلية ماشي أغلبية، اللي هي تحتج واللي هي كاينة في الشارع واللي هي يعني مناضلة من أجل تحسين أوضاعها. هذا الحوار الاجتماعي تنعتبره هو راس بالرجلين، حيث أنه الحوار خصو ينطلق من حوارات قطاعية ويتوج بحوار مركزي، والحوار غير مرهون بظرفية سياسية، ولكن لابد أن الحوار يكون مؤسس تجمع مجموعة ديال المعنيين بالحوار. أكيد أن الحوار الغاية منه والاتفاق هو أنه يكون سلم اجتماعي، ويعني يكون يعني تقبل ديال الطبقة العاملة ديال النتائج اللي خلص لها الحوار، إلا وأنه الحال يعني منذ يعني من بعد فاتح ماي هناك يعني مسيرة من الاحتجاجات والنضالات ديال مجموعة ديال القطاعات ومجموعة ديال الفئات التي لا زالت تطالب بتحسين أوضاعها. قطاع الصحة عنده إضراب يعني خلال الأسبوع المقبل، قطاع الجماعات سيقيم المحطة ديال المسيرة اللي كانت وطنية والاحتجاجات، وسيطير يعني سلسلة كذلك نضالية أخرى مائدة لم يتم فتح الحوار. المتصرفون هم في الشارع ومحتجون يستعدون ويتهيئون ويتهابون كذلك لنضالات أخرى، التقنيون كذلك إلى غير ذلك. إذن الحوار لمن؟ وكذلك من يمثل من؟ هذا هو السؤال المطروح بلدنا، ولا بد أننا من بدعو يعني جيل جديد من الحوار الاجتماعي اللي ممكن أنه يستجب يعني المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وأن المسألة المقايصتية ديال تحسين الأجور خصها تتم هذا بشكل عام، خص مؤشر ديال تحسين الأجور يكون يعني بشكل تلقائي، وما يكونش الحوار فقط تحسين الأجور بل تحسين الأوضاع كاملة ديال سميتو، يكون جيل جديد ديال المطالب العمالية. فهو فاتح ماي
كذلك بأمل، أمل في المستقبل وفي الأجيال العمالية اللي هي كاينة الآن وكأكثريتها الشباب والنساء، ولكن ليس هناك معبر عنهم داخل مائدة الحوار اللي لابد أن من إنزال قانون النقابات باش نعطيو الإمكانيات للشباب يسيروا النقابات بدلا من شيوخ لا تمثل يعني هاد النقابات هذه. وكذلك هي فرصة باش أننا نحييو الجيل الأول والثاني والثالث، كل من أسس الوظيفة العمومية وأسس مؤسسات ديال هاد البلاد في القطاع الخاص والقطاع العام، لأننا تنتأسوا كيفاش الحوار الاجتماعي همشهم، بالرغم من أن موجود زملاء كانوا ما هم الآن في وضعية ديال التقاعد وما هدروش على التقاعد، كان وضع ديالك المتقاعد النقابي هو أفضل من وضع ديال المتقاعد لا منتمي، فبالتالي أن لابد من زيادة كذلك لتشمل الجميع. نحن نطالب يعني الحد الأدنى للكرامة، الأجر من أجل الحد الأدنى للكرامة، ممكن يكون حتى عند المعطلون وكذلك عند الفئات يعني العمالية وعند كذلك أصحاب المعاشات، لأن حتى المعاش خصو يكون تيراعي السميك، لأن هذاك تيعيش معنا، فبالتالي ما يمكنش يتحال الإنسان على المعاش وأننا ينضحر من درجة ومن مستوى إلى مستوى أدنى، فبلا بد أن نحفظوا كرامة ديال الناس وفق آخر أجر اللي كان تيتسلموا الناس، وبالتالي كذلك حقهم في الراحة والاستجمام والترفيه، لأن ما يمكنش إنسان كل عمره غادي يبقى تيدمر ويعني كد دون اعتراف بهذا الجميل اللي تيقوموا به مجموعة ديال الناس اللي تيبنيو بلادنا.